العبيدي على دعمي من التواصل لنجاح مثل هذه المعارض والمركز لتنظيم المعارض والمؤتمرات التي اجتهدت في هذا المؤتمر. في ايضا اسمى قانون التحكيم الديني اللي صدر الان اللي حل النزاع. وزاره الصناعه المفروض تكون موجوده، وزاره الاقتصاد تكون موجوده، كل الوزارات ذات العلاقه العام وهذه كلها. احنا طبعا قايمين بهذا المؤتمر عن الجهه المنظمه جبال اكاكوس والجهه او الشركه الراعيه شركه نايا وشركه روكسي نايا لاستيراد مواد بناء، وروكسي طبعا الوكيل لشركه نايا في ليبيا. طبعا هي بالنسبه للمؤتمر منقسم الى جهتين، جهه نشاطيه وجهه علمية. النشاطية اللي هي في هناك طبعا عدة شركات ساهمت في أعمال ليبيا اللي هي شركات ليبية، منها شركة بارغا وشركة أكاكوس شركة بيت شهد. هذين طبعا داعيينهن احنا في نشاط يلقوا كم كلمة بسيطة منها أو في جهة المرادف لها شركات مصرية. الشركات المصرية هذه تستعد للدخول إلى ليبيا، منها شركات كبيرة شركة دار فريندز فالكون روكسي أداء. هناك حضور لعدة شركات مصرية أخرى. طبعا هو يمثل الجانب الاقتصادي الليبي، يمثل عدة نشاطات منها اللي هو دخول التطور العقاري في ليبيا، دخول الأفكار الجديدة ليبيا، رغم أن الشركات الليبية أبدعت في الأفكار إلا أن الجانب المصري جانب مهم في مساعدة الشركات الليبية، لأن مصر تعتبر جارة لنا وصديقة للدولة الليبية. وهذا ينعكس على كل الاقتصاد والموارد المالية في الوطن بشكل عام. تفشي حالة الفساد الإداري والمالي في كثير من الشركات الليبية التي تعد بالمئات للأسف، وأغلب هذه الشركات وحيلة التصفية والأسباب لما تعالجها، وأنا مشرف على يعني مش مكلف مجلس النواب على متابعة هذه الشركات، معظمها فساد إداري في هذه الشركات، مئات الشركات والملايين التي هدرت، وأصبح عدد كبير من هذه الشركات منهارة تماما، وفيه اللي حتى المكان مع شكلها مجرد شركات ومنهوبة ومسلوبة بحجة التحول اللي صار في 17 فبراير. عندنا اكتر من شركه داخلين بيها في مجال الكونستراكشن، عندنا في مجالات الواجهات الخارجيه، مجال الخرسانه الجاهزه، كل ده موجود عندنا. 63 مشروع مقيمه بشكل معين، ممكن ان شاء الله هنعرضها باذن الله في المؤتمر فيديو يوضح حجم الاعمال. 63 مشروع، احنا هنقول احنا ايه المشاريع اللي احنا بنتميز بيها، يعني احنا بنتميز في المشاريع التعليميه، المشاريع الصحيه، المشاريع السياحيه، يعني احنا النهارده جايين نقدم نفسنا في مجال البناء على استعداد كامل. عندنا 5000 موظف من مهندس ومشرف خلاف 25000 من العماله اليوميه اللي بتشتغل، فعندنا القدره ان احنا نخش في اي مجال داخل الاعمال البناء ان احنا نقدر ندعم فيها الجانب الليبي في الفتره دي. لا شيء نتيجه مصر كانت تعطي فيه، مصر كانت تعطي فيه منع ونهايه هذا الانقسام الحاد. نحن في الوقت اللي نرحب فيه بالشركات نرحب بالشركات المصريه الاقربون اولى بالمعروف والجيران، فانتم نحن نرحب بكم في ليبيا، نتمنى لكم انكم تستفيدوا، نستفيدوا نحن من خبراتكم، تستفيدوا انتم ايضا في هذا المجال. الباب مفتوح امامكم ولغيركم وفق قوانين نافذه. ونشكر غرفه الزراعه والتجاره في بنغازي يعني نشاطها المستمر وكل العاملين، وشد على ايديكم ونتمنى لكم الاستمرار في مثل هذه الندوات. وما فيش باس مش واحد يدير ندوه في بنغازي على